يوم 27 رجب بنحتفل بيه. يوم 27 رجب نحتفل بشعبان. يوم 27 رجب بنحتفل بيه. ليلة الجد. ليلة الجد. 27 رجب؟ لا رجب مش عارف صراحة. لا مش عارف. أركان الإسلام كام بقى؟ سبعة. قولهم لي. خمسة. لا خمسة. قول أنت قلت سبعة؟ قول قول الخمسة يا عم. سبعة. مش عارف. عارفه؟ أنا بالكريسماس. 27 رجب هنحتفل بالكريسماس. مش هو الكريسماس يوم 27؟ 27 رجب؟ والشغل دي الشوكولاتات والحاجات دي. يا عم هي بتسألنا عني. يوم 27 رجب بنحتفل بإيه؟ ليلة الجد. ليلة الجد رايو. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أتاس الله أتاس الزكاة. حج البيت المسجد. حج البيت المسجد على أي سبيل. قول لي بقى أنت من الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أتى الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا والزكاة متهيألي. أيوة أنا هاخدها معك. الجماعة أكيد. رجب رمضان. لا أنت قلت إيه؟ أنا هاخد الجماعة معك أكيد يعني. أوديها فين؟ أوديها فين؟ أوديها البلد كلها اللي هي نفسها فيها عملولة. نحتفل إيه أصلا يوم 27 رجب؟ نعمل إيه؟ بنحتفل دخول رمضان وكل حياة. رب 27 رجب بنحتفل بايه يوم 27 رجب؟ يوم 27 رجب 2000 وكام؟ 2000 وكام؟ يوم ثاني السؤالتين. يوم 27 رجب بنحتفل بايه؟ عندي بس في سؤال ثاني؟ ابسطها لك. تعرف ايه عن ليله الاسراء والمعراج؟ مش مسلم؟ أنا مسلم الحمد لله. تبقى عارف. ما أنا عارف. بس ناس. ناس والله لسه بص لسه بفطر. بقى بنحتفل يوم 27 رجب بنحتفل بإيه؟ بنعمل فيه الكعك والبسكوت والحاجات ديت ولا مش هو دي العيد أصلا؟ يعني 5/8 عيد ميلادي. سيبيكي بقى من 27 رجب وبتاع. هو عيد ميلادي الناس كلها معزومة. طب أنا بتكلم فهو 5/8 عيد ميلاد. أنت معزومة والناس دي كلها معزومة. أحلى مسا على أبو كبير مدي. 27 رجب بقى بنحتفل بإيه؟ بالكريسماس. انت بتعرف ايه عن ليله الاسراء والمعراج؟ دي دور الاسراء دي هتتجاوبوا انتوا الاثنين سوا. دي حاجه في الدين متهيألي صح؟ الاسراء والمعراج دي حاجه في الدين صح؟ انا مش عايز افتي في الدين الصراحه. تعرفوا تقولوا لي اركان الاسلام؟ اركان الاسلام خمس. سته يا ابني. لا خمسه سبعه يا عم. خمس ماشي. والله العظيم كنت حافظهم. انت مش عارف انت بتيجي في الوقت اللي انا مش حافظ فيه. الصلاة والصوم واركاء والحج وايه تاني؟ عيب عليك. هم دول اللي انا عارف. وانت بتعرف ايه بقى؟ انا والله ما اعرف. اركان الاسلام كام؟ خمسة زي ما الراجل قال. طالما اصل الراجل دي قول بقى اللي عندك. قول اللي عندك. بسم الله. ما انا مش حافظهم عشان مش هفت في القران. معرفش حاجه خالص خالص ولا واحده حتى منهم. يا ابني حورش. يلا جاوب. ايه ايه اجز جاز دقيقه. الصوم بس. الحج لمن استطاع اليه سبيلا. والله يعني انت بتذاكر من ورايا؟ لا والله العظيم. طب تعرفوا ايه عن ليله الاسراء والمعراج؟ نعرف ايه دول ايه رحت الاسراء والمعراج. عيد السؤال تاني. تعرف ايه عن ليله الاسراء والمعراج؟ الله اعلم. ده حاجه نادر رضيت ربنا مش نعرف. الرحله من بين الجبل ده للجبل. الرحله من بين الجبل ده للجبل ده في السعوديه. هي حبيس مطلع. بقول لك الرحله من بين الجبل ده للجبل ده جبل الاسراء وجبل المعراج. الرحله من بين الجبال. جبل مين؟ طب تعرف تقول لي اركان الاسلام؟ ايوه. قوم بالصلاه وتؤتي الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. انا في الدين مش عند ام ارحميني ورب. معلم بسطها لك. تعرف ايه عن ليله الاسراء والمعراج؟ اللي سيدنا محمد سافر معاه من مكه للقدس ومن القدس للسماء طلع على الجنه مع جبريل. طب قول لي بقى اركان الاسلام كام؟ خمسه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قوم الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت ان استطعت اليه سبيل. برافو عليك. الصلاه الحج يا عم مش هما كام واحده؟ هما ثلاثه. لا يا عم اهدى يا عم. يا عم اهدى. بعد اذنك ايه؟ بعد اذنك ما الزكاة الصلوات والصلاة. يا عم ايه ده يا عم؟ قولي هما كام فرد؟ هما تلاتة. خمسة. خمسة اكيد؟ قولهم لي بقى. قولهم لك كاسلام الخمسة يا عم ايه ده الصلاة الصلوات ال استنى كده
مش الصلاة؟ ايه؟ الصلاة ويتني؟ ده حاجة من إرادة ربي. لا نسيت الصراحة. تعرف ايه أصلا عن يوم 27 رجب؟ والله ما أعرف أي حاجة في أي حاجة، المهم إن أنا بجيبك. جيب لي هدايا ونقعد مع بعض أنا وهي. غير كده مش فيه. إيه التكلفة دي؟ ما هي بقى اللي بيتحسب مش أنا. آه والله. طب تعرف إيه عن ليلة الإسراء والمعراج؟ عارف إيه؟ والله قلت لك ما أعرف أي حاجة في أي حاجة. عن إيه؟ الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء دي الليلة اللي الرسول راح فيها ولما نام متهيألي حلم اللي هو طلع فوق. راح فين طيب؟ راح فلسطين بينها وسوريا القدس صح؟ وعلي أركان الإسلام كام بقى؟ 7 قولهم لي 5 لا 5 قول أنت قلت 7؟ قول الخمسة يا عم 7 مش عارف تعرف يعني الإسراء والمعراج؟ الإسلام يعني وكده كل حاجة بصلي وبصوم أركان الإسلام كام؟ أركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله والصلاة وطعم اليتيم الزكاة وبس كده حلو